شكرا طبعا لمشاركتكم الجميلة، الناس اللي شاركت معانا وبعتت على الواتساب، مستغربة الناس اللي ما بتشاركش، اللي موجودة متفرجة بس. أنا مستغرباكم بصراحة، لأن أنا قلت لكم موجودة فين في المواصفة كمان، ومعاكم وفي يعني نسخ موجودة مترجمة من المواصفات. هو سب كلوز 3.35 واضح جدا في المواصفة. الانسيدنت، خلينا الأول إن أديكم مثال بالبلدي كده، مثال جميل كده بحب، بسيط بحب أقوله للناس. أنا عندي في الموقع تهوية صناعية، أحد المخازن مثلا، مخزن فيه تهوية صناعية، مروحة سقف. فمروحة السقف احنا كلنا عارفين الجنش بتاع المروحة بيتثبت على نقطتين تثبيت، ففي نقطة منهم متثبت بنقطة والنقطة التانية لأ. فأنا رايحة جاية شايفة الجنش ملوح كده مفكوك من ناحية، عمال أقول ربنا يستر ربنا يستر المروحة دي يا جماعة هتقع، ده الجنش باين قوي إنها مفكوك من ناحية وناحيه لا، راح جاي عمال اقول ربنا يستر. دب وراحت المروحه وقع على الارض. الحمد لله الحمد لله، قدر ولطف، ما فيش حد جرى له حاجه، الحمد لله الحمد لله ما خسرناش حاجه. دب بس وقعت المروحه، نزلت المروحه سليمه على الارض وما خسرناش اي حاجه. دي نرمس كده، نرمس مش اي خسائر حصلت، بس وقعت المروحه كده نرمس. اما بقى كان معدي عامل يعيني على الحظ السيء، في نفس اللحظه اللي وقعت فيها المروحه راحت نازله على دماغه، فتح لنا دماغه، عملت له اي اصابه، يبقى ده اكسيدنت. اكسيدنت هما بقى بيسموا مسميات باشمهندس بسام، هتلاقي ناس مسميه اسامي عجيبه بقى ما رجعوش للمواصفه، تلاقي كل واحد مسميه بمزاجه. اكسيدنت اللي نزل على دماغ الراجل عوره، اكسيدنت. المروحه نفسها اللي كانت متعلقه على جنش واحد، دي بوتنشال هازارد او نون كونفيرمتي، حاله خطر كامن او حاله عدم مطابقه، بوتنشال هازارد او نون كونفيرمتي. الايفنت كله على بعض كده اسمه انسيدنت، هو ايفنت متكامل اسمه انسيدنت. لو وقع وجع وعمل لي خسائر يبقى اكسيدنت، وقع وما عملش خسائر يبقى نيرمس. اللي كانت متعلقه بحاله عدم مطابقه هي دي بوتنشال هازارد. وصلت كده الفرق بينهم يا جماعه؟ وصلت كده بوضوح بالمثال كمان. ده طبقا للمواصفه. اي حاجه ثانيه انا مع احترامي للجميع غلط. كده يبقى احنا عندي كلوز نمبر 1 اللي سكوب اوف ستاندرد، عرفنا ان هو بنحمي العنصر البشري من انه يتعرض لاي هازارد اور ريسك علشان ما يجرالوش اكسيدنت، ولا يكون عندي في المنشأة فيه اني نيرمس، ولا حتى بوتنشال هازارد، مش عايز اي انسيدنت ممكن يكون غير مطابق موجود عندي في المنشأة. كمان ان انا بحمي الممتلكات، مش عايز الراجل ده يخسر فلوس، لان طبعا لو حصل عندي حادث يترفع عليه قضية وتعويضات وتأمينات ويعالج ويخسر خبرة الراجل اللي دربه وي حاجات كتيرة قوي. من ضمن برضو السكوب اوف ستاندرد بتاعي ان اطبق نظام السلامه والصحه المهنيه، ان انا احافظ على السمعه الدعائيه للمنشاه، يبقى سمعه المنشاه كويسه، ان انا همنع يكون في نزاعات قضائيه بين المنشاه وبين الجهات الرقابيه. طبعا كل ما يجي لك مفتش ويلاقي عندك مخالفات هيعمل جنحه لصاحب رئيس مجلس الاداره، يبقى في قضيه على المنشاه، انا كل ده بحمي نفسي منه. ان انا كمان ببث الامن والطمانينه في نفوس العاملين، لو واحد عندي اتصاب هتلاقي كل الناس يبقى عندها ذعر، الناس بتخاف انها تشتغل عندك. كل دي يعني اهداف للسلامه والصحه المهنيه، واهداف لتطبيق نظام اداره السلامه والصحه المهنيه، واكتر من كده احنا بنحاول نختصر عشان عنصر الوقت. تاني بند عندي النورماتيف ريفرنس، منظمه الايزو قالت انا ما رجعتش لمراجع خارجيه، انا رجعت للمواصفات نفسها وعديت المواصفه دي. ثالث كلوز نمبر 3 او ثالث بند عندي في المصطلحات والتعريفات. هتلاقي عندك النسخه مترجمه والمصطلحات والتعريفات اللي تهمني قلتها دلوقتي، يعني ايه هازارد قلناه، يعني ايه ريسك قلناه، يعني ايه انسيدنت اكسيدنت نيرمس بوتنشال هازارد، وباقي التعريفات هقولها لك اثناء البنود، وانا بقول كل بند هقول التعريف بتاعه. بعد كده عندي البنود التفعيليه زي ما قلت لك من 4 ل 10، من كلوز نمبر 4 كونتكست اوف اورجانيزيشن، كلوز نمبر 5 الليدر شيب اند ورك بارتيسيبيشن، كلوز نمبر 6 البلاننج، 7 سبورت، 8 اوبريشن، كلوز نمبر 9 بيرفورمانس ايفالويشن، اند كلوز نمبر 10 الامبروفمنت. تعالوا نقولهم بسرعه مرور الكرام. كلوز نمبر 4 يا جماعه كونتكست اوف اورجانيزيشن، وده بند مستحدث ما كانش موجود قبل 2015 اصلا في مواصفات منظمات الايزو،
وده كان البند اللي اتفقنا عليه الخاص بالتفكير الاستراتيجي عشان ينفذ البند ده او الهدف ده من ال HLS. علشان ناخد البند ده ونفهمه كان لازم اروح مواصفة الايزو 9001 نظام اداره الجوده، شرح البند ده كويس قوي. قالت لي هو عباره عن ايه؟ قالت لي هو بيئه الاعمال، يعني مجموعه القضايا، مش بس القضايا يا جماعه، مجموعه القضايا والاطراف. القضايا ثانيه واحده عشان اكتبها هنا كده، والاطراف. اي بني ادمين، اطراف بيسموها interested parties يعني بني ادمين، او قضايا interested issues سواء داخليه او خارجيه هتاثر على اداء نظام اداره السلامه والصحه المهنيه عشان نحقق المخرجات المستهدفه بتاعتنا دي. هقوم عاملها تعالى امسك وحطها لي في الكونتكست ونبدا نشتغل عليها وندرسها بالتفصيل. طب وضحي اكتر يا دكتور. هوضح اكتر. اولا احنا خلاص عرفنا ايه هي المخرجات المستهدفه من نظام اداره السلامه والصحه المهنيه. انا عندي لازم التزم بالقوانين، لازم احقق اهداف نظام اداره السلامه اللي لسه شرحناها كلها من شويه، ولازم يكون عندي تحسين مستمر. اي حاجه هتاثر لي على دول سواء بني ادمين بقى او قضايا خارجيا او خارجي او داخليا لازم احطها في الكونتكست اوف اورجانيزيشن. هنحطها ازاي في الكونتكست اوف اورجانيزيشن يا دكتوره؟ تعالوا ناخدوا امثله. بيسموها ستيك هولدرز او انترستد بارتس. ستيك هولدرز او انترستد بارتس زي مين؟ زي الاونرز اللي هم المساهمين اللي مشتركين في الشركه، العملاء، ده اكسترنال انترستد بارتس اسمه طرف خارجي، طرف خارجي اكسترنال انترستد بارتس العملاء. مين تاني؟ الموظفين، دول داخلي. انا عايز اديك مثال داخلي، الموظفين داخلي. الممولين، الناس اللي بيمولوا لي اكسترنال انترستد بارتس. الموردين اكسترنال انترستد بارتس. المجتمع اللي حواليا، الجمهور اللي انا بتعامل بيه، كل دول اشكال الانترستد بارتس او ستيك هولدرز اصحاب المصلحه. يعني ممكن تلاقيه اسمه ستيك هولدرز او انترستد بارتس، الاثنين صح. هما الاطراف المعنيه او الاطراف المؤثره على اداء نظام اداره السلامه والصحه المهنيه لتحقيق المخرجات المستهدفه اللي احنا اتفقنا عليها. كل دول لازم نعرف ايه متطلباتهم. هتلاقي عندك في كلوز نمبر 4.2 4.1 و4.2 و4.3 بيتكلموا كلهم عن ان انت لازم تكون عارف الاطراف والقضايا المؤثره وايه متطلباتهم، احتياجاتهم، ايه تاثيرهم على نظام اداره السلامه، وتكون جاهز بخطتك تواجه الناس دي ازاي. تعال ناخد مثال. على سبيل المثال مثلا الراجل المورد ده مش محتمل يجيب لك قطع غيار اساسا عماله تطلع انبعاثات وتضر العامل اساسا، يعني يبقى ايه خطتك انت علشان تواجه مشكله زي دي؟ هقول ان انا خطتي اساسا بحط في كراسه الشروط اللي انا بنزلها في المناقصات ان لازم قطع الغيار تكون مطابقه لمعايير السلامه والصحه المهنيه، ولما اروح استلم بجيب احط واحد مسؤول سلامه وصحه مهنيه، مش بس يعني انا طالب المعده دي للضواغط مثلا اروح جايب مهندس بتاع الضواغط بس اللي يستلم، لا اجيب بتاع السلامه والصحه المهنيه يستلم معايا عشان لو هي مش مطابقه لمعايير السلامه والصحه المهنيه يرفض. يبقى بعمل كده. كل الكلام ده لازم يبقى دوكيومنتد، يبقى عندك بلان، خطه، كاتب لي ايه الاطراف المؤثره وايه تاثيرهم وكيفية التحكم في التأثير. بيبقى شبه الريسك اسيسمنت كده، فورم، نموذج. بصوا انا هوريكم كده نموذج شبهه، ثانية واحدة عشان انا كنت لسه شغالة دورة الايزو 50001 مع الزملاء. You can't minimize Zoom when you are recording meeting. اوكي مزعلش يا عم، مش هعمل مينيمايز. انا مش هعمل مينيمايز عشان هو زعلان مش عايز نعمل مينيمايز. إيه، انتوا شايفين كده الشاشة بتاعتي؟ معلش اكتبوا لي على الشات يا جماعة، شايفين كده اللي انا بعرضه على الشاشة عندي ولا لا؟ تمام. طيب ده كان نموذج كده بنشرح لزمايلكم على البورد الالكتروني اهو، بس ده شامل طبعا. انت تعمل واحد للقضايا وواحد للاطراف،
ده كده انا عامله عشان بشرح، عامله القضايا والاطراف المؤثره ومتطلباتهم كمان في نموذج واحد. ادي المؤثر مثلا ثقافه العاملين. طب ثقافه العاملين ده بني ادمين ولا قضايا؟ قضايا، هنعمل عليها صح. طب ثقافه العاملين ده interested parties، interested issues، internal ولا external؟ لا internal، داخلي، عملت عليها صح. طب تاثير ثقافه العاملين ايه؟ لو العاملين ما عندهمش اي awareness ناحيه السلامه والصحه المهنيه، هيحصل عندي unsafe act، هيحصل عندي تكرار للحوادث والاصابات. اكتب بقى هنا في التاثير ايه كل اللي محتمل. انا بعمل تقييم بسيط هنا، البروبابيلتي والكونسيكونس عاملها كيفي بس، مش عامله كمي، كيفي. يعني ده عندي احتماليه يكون عندي ثقافه العاملين قليله، عندي عاملين كتير مستوى تعليمهم قليل فنديته هاي. طب لما يكون ثقافه العاملين قليله تجاه منظومه السلامه والصحه المهنيه، هقل تاثيره على النظام، هيبقى عالي جدا طبعا. ده ممكن واحد يروح يحط ايده على زرار غلط بس يولع لي الدنيا. تمام كده؟ طب اتحكم في التاثير ده ازاي؟ هدي دورات تدريبيه، دورات توعويه، هعلق ملصقات لو حتى ارشاديه، هعمل كل يوم سيفتي تول بوكس الصبح كده قبل ما ابدا. طب بعد ما اتحكم الاحتماليه ان المستوى الثقافه قل كتير، بقى ميديم، ما بقاش هاي، طبعا مش مره واحده بقى له، انا باخدهم بالتدريج. طب الميديم دول يعني ما حتى المجموعه دي مجموعه هي قليله، بس لو واحد بس ثقافته قليله ممكن يضر لي النظام، هيبقى تاثيره هاي برضه. وهكذا. هتقوم حاطط هنا بقى دي ثقافه العاملين، هنحط بقى القوانين مثلا. تمام، الله ينور باشمهندس خالد، الحمد لله على السلامه. هنحط القوانين، يلا انتوا اكتبوا لي بقى بسرعه كده، القوانين قضايا ولا اطراف؟ لما اقول هنا المؤثر القوانين قضايا ولا اطراف؟ القوانين قضايا، الله ينور، داخلي ولا خارجي؟ خارجي. external interested issues، الله ينور عليك. العنصر النسائي منور في السلامة، مش على فكرة يا باشمهندسين، الباشمهندسات متفوقين عليكم النهاردة. يبقى القوانين external interested issues، تأثير القوانين إيه؟ أنا عامل النظام، على فكرة قانون 12 لفرق 2003 الخاص بالسلامة والصحة المهنية أخذ موافقة من مجلس الشيوخ، تعديله خلاص، أخذ موافقة من مجلس الشيوخ من يومين. وإحنا كلنا عاملين نظام إدارة سلامة وصحة مهنية في منشآتنا، صحيت الصبح لقيت القوانين اتغيرت. يلا بينا بقى، هد الحيطة وشوف بقى القوانين كلها إيه الجديد اللي استجد، وهتبدأ تغير نظام الإدارة بتاعك. يبقى تغيير القوانين يؤثر على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. احتمالية تغيير القانون، هو كان المفروض احنا كنا بنقول احتماليته ضعيفة جدا، لأن احنا من 2003 ما اتغيرش، بس للأسف هو حصل واتغير. طب شدة تغيير القانون لما يحصل شدته قوي جدا، هاي. أتحكم ازاي؟ كان المفروض إن أنا أكون جاهز بإيه بقى؟ قبل ما يحصل عندي تغيير القوانين أكون جاهز بإيه؟ أكون جاهز إن أنا عندي نسخة إلكترونية من السيستم كله. أنا بدخل منشآت ألاقي عنده سجلات وعنده ورق شغال بيه ومطبوعات، يقول لي أنا طابع 10 سنين قدام. نعم حضرتك، يبقى ده هيخسر فلوس كتير جدا، كل المطبوعات بتاعته دي هيرميها. يبقى لازم يكون عندي نسخة إلكترونية من السيستم، ومفيش مانع إن أنا أطبع بكميات قليلة. ابدأ بقى يكون عندك خطة تحكم جاهز بيها. ده نموذج، تصور لنموذج إزاي بنعمل كونتكست أوف أورجنايزيشن. حضرتك مش بتعمله انت كمسؤول سلامه، ده مسؤوليه الشركه كلها، وزع على كل الادارات، كل واحد يعمل الكونتكست اوف اورجانيزيشن بتاعه، يحدد الاطراف والقضايا اللي بتؤثر على نظام اداء نظام اللي هو بيتعامل معاها، ممكن تؤثر على اداء نظام اداره السلامه والصحه المهنيه في القسم، وانت بعد كده تجمع من كل ادارات الشركه، بتبقى دراسه كبيره كده بتتعمل مره في العمر يا جماعه، هي مره واحده فبتبقى كبيره ومحترمه، وبعد كده حضرتك بتعدل فيها كل ما يحصل عندي تعديل في المنشاه. عندي بعض الادوات عايزه اقولها لكم اللي بتساعدني في تحديد الكونتكست اوف اورجانيزيشن. بعض الادوات اللي بتساعدني في تحديد الكونتكست اوف اورجانيزيشن، وخاصه القضايا الخارجيه. دي اشكال للقضايا الداخليه زي خطط العمل. طبعا ممكن خطط عمل تقدم وخطط عمل تاخر. ثقافه العاملين،
الانشطه والخدمات، المناخ، درجه الحراره نفسها ممكن تاثر عندي طبعا. لو درجه الحراره مرتفعه يبقى العمال بيشتغلوا في الحر اتعرضوا للوطأه الحراريه وهكذا. دي بعض اشكال الاكسترنال ايشوز زي المتطلبات القانونيه والتشريعات. الاقتصاد القومي هياثر عليا ازاي؟ طبعا لو صحيت من النوم لقيت سعر الدولار ارتفع مش هعرف اشتري مهمات الوقايه، مش هعرف اشتري اجهزه القياس بتاعتي، مش هعرف اشتري كل المعدات اللي انا هستخدمها للسلامه. قضايا سياسيه، طبعا ده انا عندي الناس قاعدين يتخانقوا كل يوم يضربوا بعض ويعملوا مكايد في بعض، ايش اخوان علاش سلف علاش مش عارف ايه ومسميات غريبه كده، كل ده بالنسبه لي السياسه بتاثر عليا وقاعدين يضربوا بعض ويولعوا في بعض، دي كارثه. السياسه بره يحصل نزاعات سياسيه بين الدول وبعضها يبقى انا يتوقف حالي مش عارف برضه اجيب قطع غيار ومش عارف اجيب مهمات الوقايه وهكذا. باشمهندس فوزي نقفل الكاميرا بليز، كل الزملاء يا ريت نقفل الكاميرا من فضلكم. التقنيات وسائل التطوير الحديث دي من ضمن القضايا الخارجيه. طيب يا دكتوره صعب قوي ان انا احصر القضايا الخارجيه، عايز حاجه تساعدني. هم قال لك جابوا تولز بعض الادوات اللي ممكن تساعدك زي بيست اناليسيس. بيست اناليسيس بيست بيست اناليسيس بي اي اس تي. البي قالت البوليتيكال، العوامل السياسيه، تبدا تحط كده تسرد كل العوامل السياسيه اللي ممكن تاثر على النظام. اي ايكونوميكالي العوامل الاقتصاديه اللي ممكن تاثر لي على النظام. اس سوشيال العوامل الاجتماعيه، العوامل الاجتماعيه زي تفشي وباء كورونا وغيره كل ده بياثر على النظام. تي تكنولوجيكال عوامل او عنصر التكنولوجي. يبقى احنا كده قدرنا نفهم يعني ايه كونتكست اوف اورجانيزيشن، وقدرنا ناخد تصور كمان ازاي تقدر تعمل سياق عمل المنظمه عندك في الشركه. النموذج اللي انا شرحت لكم عليه ده انت بقى اعمل نموذج لوحده للاطراف ونموذج لوحده للقضايا ومتطلباتهم وكيفيه التحكم، اعمل براحتك شكل النموذج ده براحتك. منظمه الايزو فيها ميزه قالت لك ايه المتطلب، ما الزمتكش بنموذج معين، المهم غطي لي المتطلب ده، حدد لي كل الاطراف وكل القضايا اللي هتاثر على اداء نظام اداره السلامه والصحه المهنيه لتحقيق المخرجات المستهدفه. بس كده ببساطه، واضحه كده يا جماعه؟ بند الكونتكست ده اهم بند لانه بند مستحدث. اي استفسار بسرعه فيما يخص الكونتكست اوف اورجانيزيشن؟ طب اللي فهم البند يكتب لي لفظ الجلاله الله. نشوف كده الناس استوعبت ولا ايه معايا؟ اللي فهم البند ينور لنا الشات بلفظ الجلاله الله. مش مهندسة آية من باحثة ماجستير عندي منوراني، احضروا مناقشتها قريبا إن شاء الله. الله عليكم جميعا، الله عليكم جميعا. طيب ندخل بقى على كلوز نمبر 5، leadership and worker participation. كان زمان عندنا في منظمات في المواصفات القديمه يقول لك ممثل الاداره مانجمنت ريبريزنتيتيف. بعد في التحديث بتاع 2015 منظمه الايزو لغت الموضوع ده، قالت ما فيش حاجه اسمها عندي ممثل اداره، ما فيش الكلام ده. انا عندي كل واحد لازم يشارك عندي في في في, في, في اعداد النظام. زي ما قلت لحضراتكم كواليتي اشورنس، عايزه كل الناس تشارك في اعداد النظام. كل المديرين العمومي يبقوا مسؤولين معايا. وراحت جايبه التوب مانجمنت في 5 1 وحطت عليه حوالي 13 مسؤوليه لوحده. التوب مانجمنت اهتمت جدا بالتوب مانجمنت، يبقى كان الاساس عندي في مانجمنت كوميتمنت او مانجمنت ريبريزنتيتيف او مانجمنت ابوينتي زي ما بيسموه، ولكن عندي في الايزو 45 قالت لي لا عايزه الليدر شيب اند كوميتمنت، وراحت جايبه التوب مانجمنت الراس الكبيره بقى في المنشاه. التوب مانجمنت ده ممكن يكون مين؟ ممكن يكون صاحب العمل نفسه او من يفوضه تفويض رسمي، أو يكون رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب لو أنا عندي مجلس إدارة، أو لو هم مش مفوضين واحد هم كلهم مجلس الإدارة مع بعض بالنسبة لي توب مانجمنت. يبقى ده في التعريفات في كلوز نمبر 3 هتلاقي تعريف التوب مانجمنت، ممكن يكون شخص أو مجموعة أشخاص الراس الكبيرة في المنشأة عندك. وراحت حط عليه 13 مسؤولية. قالت إن لازم يكون في 5 1 كل ال 13 مسؤولية اللي موجودين قدامك دول يكون على علم بيهم التوب مانجمنت ويشارك بنفسه اما في اعدادهم او بالاشراف عليهم. ومن اهم ال 13 مسؤوليه دول اعداد السياسه، سياسه السلامه، الاهداف، توفير الموارد، توفير المعلومات،
الإشراف والتوجيه على توعية الناس وتدريبهم. 13 مسؤولية، أول ما هتفتح المواصفة هتلاقيهم قدامك كلهم خاصين بالتوب مانجمنت. وقالت مهم عندي بقى جدا مشاركة جميع العاملين. هناخد مع بقى المشاركة، هاخدها لكم في الأدوار والمسؤوليات في 5-3. تعالوا ندخل على السياسة. Occupational Health and Safety Policy. سياسة السلامة والصحة المهنية في 5-2. اللي أنا هقوله لكم دي يا جماعة دي طريقة سهلة تعمل بيها السياسة لأي نظام إدارة. مش بس للسلامة والصحة المهنية. لأي نظام إدارة. كوب. كلمة كوب. اكتبوا عندكم. كلمة كوب. لازم أول ما تفتح السياسة تلاقيها تتضمن محتويات كلمة كوب دي. يعني إيه يا دكتورة؟ يعني لازم ألاقي سي كونتينوس امبروفمنت، إن أنت ملتزم كمنشأة بالتحسين المستمر. لازم ألاقي أو أوبيزلو، إن أنت ملتزم كمنشأة بالتزام بقوانين البلد اللي أنت موجود فيها. إزاي يا دكتورة؟ إحنا بنتكلم في مواصفة دولية، تقولي لي قانون البلد. أيوه يا فندم، مع احترامي للمواصفة الدولية في بند إلزامي عندك في المواصفة نفسه بيقول لك ليجل أند أذر ريكوايرمنت، لازم تلتزم بالقوانين والمتطلبات الأخرى. يبقى لازم تسأل على قانون البلد اللي انت داخلها. بعد كده بريفنت، امنع ايه بقى؟ حسب البوليسي اللي انت بتعملها. احنا دلوقتي بنعمل بوليسي للسلامة والصحة المهنية، همنع هازارد، همنع ريسك، همنع اي اكسيدنت، همنع كل الحوادث والاصابات، وامنع اي حاجة ممكن، اي حاجة ضد الاهداف اللي احنا شرحناها همنعها. لو انا بعمل بوليسي خاصة بالبيئة همنع اي انبعاثات بيئية، همنع اي حاجة ليها مخاطر بيئية. لو انا بعمل بوليسي للطاقة همنع اي استهلاك سيء للطاقة. يبقى بريفنت حسب نوع البوليسي اللي انت بتعملها. يبقى دي كده اي سياسة حضرتك هتعمل. طب انا بقى عرفت ان كوب ايه مرجعي يا دكتورة؟ مرجعك المواصفة. هتفتح 5-2 في المواصفة حضرتك، وحد ادنى حد ادنى تعمل السياسة لا تقل عن محتويات المواصفة بعد اذنك. يعني نفتح مع بعض كده بسرعة سريعا. هفتح مواصفة الايزو 45 مع بعض. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ماشي، السادات هنا موجودة في جامعة السادات. ادي المواصفة. خمسة اتنين. ادي بند 5-2 اهو. بعمل انا ايه؟ بعمل السياسه بتاعتي. كل واحد فيكم يروح شركته يمسك البوليسي ويطبقها. ادي السياسه. اول بند بيقول لي ايه؟ طبعا بيقول لي التوب مانجمنت، هي يعني من مسؤوليات التوب مانجمنت. بصوا بقى كلمه شال، خلي بالكوا عشان تتعلم بقى تفتح انت المواصفه. ادي سب كلوز 5.2 Occupational Health and Safety Policy، سياسه السلامه والصحه المهنيه. توب مانجمنت يعني التوب مانجمنت اللي هو اكبر راس عندك في الشركه. شال، كلمه شال زي ما اتفقنا يعني يجب ان، يعني الزامي، يعني البند ده لو مش متحقق تاخد ميجر نون كونفيرمتي وتقع على الشهاده. لازم استابليش، يعد، امبلمنت، يطبق، اند مينتين، يعني يراجع ويحافظ على الاوكيبيشنال هيلث اند سيفتي بوليسي. زاد بقى ايه؟ انكلودد ايه بقى؟ اول حاجه بقى provide safe and healthy working condition for prevention of work. يعني prevent اهي، مش احنا قلنا في كوب prevent اهي، يعني لازم يوفر الالتزامات الكامله ان احنا نمنع ان يحصل عندي حوادث في بيئه العمل، يحصل عندي مشاكل. ولازم تكون البوليسي مطابقه مع context of organization، مع سياق عمل المنظمه. ايه كمان؟ بروفايد فريم ورك للاهداف، يبقى لازم توفير الاطار اللازم لتحقيق الاهداف. وفر لي فلوس عشان احقق اهداف السلامه، وفر لي موارد، وفر لي تدريب للناس، وفر لي قوه بشريه ناس تشتغل معايا. ما تودينيش منشاه كبيره قد كده وتحط لي واحد بس تقول لي هو ده مسؤول السلامه. يبقى لازم بروفايد فريم ورك، توفير الاطار اللازم لتحقيق اهداف السلامه والصحه المهنيه. ايه تاني؟
legal requirement obey the law اهي اللي احنا لسه قايلينها في كوب. ايه تاني؟ elimination eliminate the hazard. يعني هنا قال لي هنمنع الحوادث وهنا قال لي نقلل الهازارد كمان ونقلل الريسك كمان. وايه كمان؟ الكونتينوال امبروفمنت اهو كوب سي بتاعت كوب. ايه كمان؟ مشاركه العاملين الكونسلتيشن والوركر بارتيسيبيشن، دي مهمه جدا وما ننساهاش ابدا. هنشارك العاملين ازاي؟ هنشارك العاملين هنعرف دلوقتي في البند بتاعه في 5 3 اقول لكم هنشارك العاملين ازاي. طب في بعض الاشتراطات؟ اه في بعض الاشتراطات، ان السياسه لازم تكون دوكيومنتد يعني موثقه ومعتمده وتكون متاحه لكل الناس. مين الناس يا دكتوره؟ انا وصلتها للعمال. لا يا فندم مش بس العمال، هنا هو بيقول لي متاحه للانترستد بارتيز، للاطراف المعنيه يعني الناس اللي جوه واللي بره. اي حد بيتعامل معاك بره لازم توصل له السياسه. ايه ده هوصلها له ازاي؟ سهله، نزلها على الويب سايت بتاع الشركه. ما عنديش ويب سايت، اعمل لوحه كبيره وعلق لي البوليسي على باب الشركه. ما عنديش امكانيات، حطها لي في كارت الزياره وسيبها على البوابه. اقل من كده هقول لك ايه تاني؟ يبقى لازم تكون واصله لكل الانترستد بارتيز داخل المنشاه وخارجها. ايه كمان؟ ان لازم تكون كوميونيكيتد وذن ذا اورجانيزيشن. معناه ايه الكلام ده؟ يعني انا مش بس موزعها، يعني كمان الناس اوير بيها. خلي بالك ان دي نقطه المراجع بيجي يعمل انترفيو مع العمال، بيسال العمال يشوفوا عنده فكره عن سياسه السلامه ولا لا. لازم السياسه بيتم مراجعتها باستمرار، يتم مراجعه السياسه، نشوف كده مع كل مراجعه اداره نراجع السياسه محتاجه تعديل ولا لا. يبقى دي كده عندي السياسه ازاي نعدها وازاي نراجع عليها من كلوز سب كلوز 5.2. اي سؤال في البوليسي يا جماعه؟ اه طبعا بادئين من الساعه 4، احنا اعلنا عن الميعاد يا باشمهندس مصطفى، احنا بادئين من 4. احنا كده بقى لنا ساعتين. اي سؤال في البوليسي؟ عايزه اوريكم بس شكل السياسه بيبقى شكلها عامل ازاي. بس يعني انا هوريكم بس شكل السياسه عشان كل واحد بعد كده يعمل سياسه. احنا في الطبيعي بتاعنا البرامج التدريبيه بتاعتنا بنشتغل نظري وعملي، بس طبعا البرنامج يعني انا لسه مخلصه البرنامج مدته اسبوع 5 ايام، ان انا بمر عليكم بس مرور الكرام. ده شكل باشمهندس خالد كده، الشاشه بتاعتي جايه معاكم، شايفين الشاشه عندي؟ شايفين الشاشه عندي يا جماعه ولا ايه؟ اكتبوا لي على الشات. وايه؟ تمام؟ طيب تمام. ده شكل السياسه. دي طبعا سياسه الطاقه عشان احنا كنا شغالين برنامج الايزو 50001. ده شكل السياسه. بتحط فوق على اليمين اسم الشركه. وعلى الشمال طبعا احنا خلاص دقايق وهيفصل ومضطره بقى ان انا دي تكون اخر سيشن مع حضراتكم عشان انا هبدا محاضره مع جامعه مدينه السادات. وان شاء الله نكمل بنود المواصفه، هنحدد موعد ونكمل بنود المواصفه في سيشن في محاضره يوم تاني باذن الله. هنا بنحط على اليمين اسم الشركه، على الشمال اللوجو، بتكتب في النص سياسه مثلا السلامه والصحه المهنيه، سياسه الطاقه طبقا للمواصفه اللي انت شغال عليها. فوق في الاول كده اول فقره بتكتب لي السكوب اوف ورك بتاع الشركه، الشركه بتشتغل ايه، وبعد كده تلتزم الاداره العليا والشركه بالاتي 1 2 3 4 من بنود المواصفه اللي موجودين في بنود المواصفة. بنصحك نصيحة، ما تزودش عن اللي موجود في بنود المواصفة، ما تقعدش تتكلم كتير. اللي بيتكلم كتير بيقع في الغلط، يعني حتى دايما يقول لك السمكة طول ما هي قافلة بقها ما حدش بيعرف يصطادها. فتحت بقها بيصطادوها. فأنت لو كتبت كتير هيصطادك المراجع. أدي شكل السياسة بيبقى كده في الآخر. اعتماد رئيس مجلس الإدارة وواخدة كود، لازم تتكود. بند رقم 7 إن شاء الله أشرح لكم نكود إزاي. زي ما أنتم شايفين كده بيبقى الشكل النهائي للسياسة. ورقة واحدة. تقدر تنزلها على الويب سايت، تقدر تعمل بيها لوحه اند سو اون. ده شكل السياسه العام. طيب طبعا عنصر الوقت زي ما قلت لكم عشان نشرح مواصفه بضمير اشتغلها شغل عملي ونظري والناس تقعد تشتغل وتعد بايديها لازم اسبوع كامل. 5 3 مهم جدا، يهمني ان انت تعرف في بند سب كلوز 5.3 بيتكلم عن الجوب ديسكريبشن والوركر بارتيسيبيشن.
ان كل الجوب ديسكريبشن بتاع الشركه عشان الرولز والريسبونسابيلتيز نعدل في بطاقات الوصف الوظيفي بتاع جميع العاملين، ونكتب فيها ان كل واحد مسؤول عن السلامه والصحه المهنيه في مكانه. لازم نشارك كل العاملين في اعداد الريسك اسسمنت. المره الجايه ان شاء الله نتقابل مع بعض، هنحدد يوم ونقول لكم عليه باذن الله، نكمل باقي بنود المواصفه واحنا مع بعض في الجروب بتاعنا. اي استفسار تحت امر حضراتكم، اي سؤال تكتب على الجروب، مش هتلاقيني لوحدي، هتلاقيني اكتر من خبير بيرد عليك. بعتذر طبعا ان احنا عنصر الوقت ما سعفناش ان احنا نخلص كله النهارده، لان انا والله عندي محاضره مع جامعه مدينه السادات، فيدوبك الحق اخد نفسي كده واخد علاجاتي. ما تنسيكيش من دعواتكم، ربنا يعجل لي بالشفاء وارجع امشي على رجلي تاني، لان الموضوع كده بدا يأزم معايا نفسيا مش جسمانيا بس، انا مش بتاعه القعده دي ابدا. اشوفكم على خير ان شاء الله، وللحديث بقيه. شكرا باشمهندس خالد هريدي على التنظيم، وشكرا للحضور الراقي، انتوا حضور راقي ومتميز، انتوا اساسا مجموعه متميزه. شكرا لحضراتكم جميعا، والفيديوهات هتكون موجوده ان شاء الله على قناه اليوتيوب للي ما لحقش يحضر معانا. شكرا لحضراتكم واشوفكم على خير. سلام عليكم.